أطلق سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ محافظة الجنوبية مبادرة ماجلة الخير الرابعة بتوزيع 1000 سلة غذائية ومستلزمات طبية احترازية. تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية، أطلقت المحافظة الجنوبية مبادراتها السنوية ماجلة الخير في حلتها الرابعة. طبعا تأتي من ضمن المبادرات التي تطلقها المحافظة قبل رمضان المبارك، حيث يتم من خلاله المبادرة توزيع المواد الغذائية. طبعا احنا في السنة في المحافظة الجنوبية أضفنا المواد الاحترازية طبعا تماشيا مع الظروف، وتحرص المحافظة على تنفيذ هذه الأعمال العائدة بالنفع والخير. وتأتي هذه المبادرة تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.